بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد الجزء التاني في لاب 4 هاردوير. هناخد باينري كود الديسيمال، ازاي نعرض 7 سيجمنت، ازاي نكتب هنا رقم باينري زي مثلا 0 واحد واحد 0، ده 6 لو ده ال A ال B C ال D. دول 0 واحد واحد ده بالباينري يديك ديسيمال كام؟ 6. ففي اي سي اسمها 74 LS47. الاي سي دي بتعمل تحول الباينري لاوتبوتس بتاعت خاصه بال 7 سيجمنت زي ما قلنا في الفيديو التمهيدي. الاي سي دي فيها 16 رجل، 8 تحت و8 فوق. اللي تحت هنا عندك الحروف ال A وال B وال C وادي ال D، تمام. وعندك 3 اطراف بتوع التشيك، دول بتوصلوا بالموجب، وعندك الجراوند رقم 8 و16 الفي سي سي، وعندك بقى الحروف بتاعه ال 7 سيجمنت. فاكرين الحروف بتاعه ال 7 سيجمنت اللي هي الاي بي سي دي اي اف جي؟ كلهم سمول اهم، من الرجل كام؟ 9 ل 15. هنوصل ازاي؟ هنا عندي البطاريه 9 فولت، هنقول جايبين الطرف الموجب موصلينه بالرجل رقم 1 ب 7805، والسالب نوصله بالرجل رقم 2 ب 7805. يبقى ده هيديني اي ارض للدايره، وده هيديني الايه؟ ده هيديني اي ارض للدايره، وده هيديني الموجب 5 فولت، وده هيديني الموجب 5 فولت. يعني ممكن تاخده من الطرف اللي فوق او تحت. الفي سي سي بيوصل بال 5 فولت، والجراوند بيوصل بالارضي، الرجل رقم 8 بالارضي، و16 بيوصل بفي سي سي اللي هي 5 فولت. وعندنا الحروف بقى، هنبقى عندك خطين كده اللي هما في التست بورد، ادي الموجب وادي السالب. هنروح موصلين بالترتيب كده ال A وبعدين ال B وبعدين ال C وبعدين ال D. يبقى كلهم واخدين كام؟ واخدين واحد. ادي ال A، نجيب لون تاني، ادي البي، نجيب لون تالت، ادي السي، وادي الايه؟ وادي الدي. دول كلهم واصلين بكام؟ بالحروف. الاسلاك دي ليه انا حطيتها بالترتيب ده؟ عشان لما تيجي تكتب اي كود باينري يبان لك على طول. يبقى انت هتحدد في البريد بورد بتاعتك الاربع اسلاك جنب بعض A B C D. لو خليتهم كلهم بواحد طبعا ده مش شغال في 7 سيجمنت، هيديك 9. بس بقى نقعد نغير بقى، يا اما نخليهم 0، يعني ده السكه ده هيتحرك من الايه؟ من الموجب للايه؟ للسالب. وده لو انت خليته هنا يبقى تديله رقم كام؟ 1. لو اديته تحت هنا يبقى تديله رقم 0. هنشوف الكلام ده. طيب الثلاث الاطراف اللي في النص دول اللي هما 3 و4 و5 دول هيتوصلوا بالموجب، ماشي. تعالوا بقى، عندنا A B C D E F G. اولا ال VCC اللي في ال 7 سيجمنت تحت دي بتخش بمقاومة 220 اوم على كام؟ على 5 فولت، 5 اللي هي 220 اوم، ودي برضو بمقاومة 220 اوم على كام؟ على ال VCC. يتبقى عندنا حرف ال A اهو رقم 13 هيوصل كده اهو، ماشي. وادي البي 6، وهنيجي نوصل الاف اهي، وادي الايه؟ وادي الجي، طبعا باسلاك خلي بالك عشان الترتيبات. بعدين هنيجي نوصل الاي اهي عند 9، وبعدين هنجيب الأزرق أهو، هنجيب الدي عند 10، والسي أهو هنجي موصلينه فين؟ برقم 11. أنا عملت لك كذا لون عشان إيه ما يخشوش في بعض. بس دي تجربة التانية في الـ 7 سيجمنت. تقعد بقى تغير، لو وصلت هنا مثلا 0 0 0 0 وصلت الاربع اطراف دول على الارضي هيديك رقم 0 في الديسيمال.
وصلت الايه يعني ده سالب 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 سالب. وصلت موجب سالب 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 يديك واحد، موجب موجب سالب سالب يديك كام؟ تلاتة. موجب هنا سالب 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 يديك اتنين، وهكذا لغاية مثلا واحد اللي هو موجب زيرو زيرو موجب أو سالب سالب، ده يديك رقم كام؟ تسعة، اللي هو آخر عداد السيفن سيجمنت. الديسيمال بوينت اللي هي هنا اللي هي الدي بي بوينت، يعني الدي بوينت اللي هي دي ممكن توصلها بمقاومة برضو بخمسة فولت لو انت عاوز تشغلها. خلاص مش عاوز تشغلها خلاص هي ملهاش لازمة، يعني علامة 20. تعالى نوصل الدايرة الجميلة دي، هي الرسمة هي عشان الناس تبقى معايا في الشغل. طبعا احنا لا غنى عن استخدام، هنرجع كده بس عشان يبقى الصورة واضحة. ده 7805، وصلت البطارية ادي الاول موجب التاني السالب، باخد هنا من موجب ادي الصلب الاحمر لتحت، وادي الازرق السالب وهنا برضو سالب، يعني انا شغلت الخط اللي فوق الازرق مع الازرق اللي تحت، والموجب اللي فوق الاحمر مع الموجب اللي تحت، يعني كل الدايرة بتاعت شغالة. هحط السيفن سيجمنت بعيد شوية بحيث ان الدي بوينت تبقى تحت، وبعدين هجيب الاي سي اللي هي 74LS47، وبعدين هبدأ اوصل التوصيلات بتاعتي. اول توصيلات عندك طبعا لازم توصل الباور، هجيب اسلاك صغيرة، اسلاك صغيرة بتاعتي اهي جيبهم كلهم، هروح موصل الرجل رقم اللي هي 16 اوصلها بالموجب، ماشي، واتأكد ان الوصلة سليمة عشان في اسلاك هتبقى كتير دلوقتي كمان شوية. وبعدين اجيب الرجل رقم 8 اوصلها بالسالب اهي، 8 بالسالب، اتأكد ان اسلاكك سليمة توصلها كويس عشان ما يبص حاجة منك. وبعدين هجيب اوصل رجل 3 3 و 4 و 5 بالموجب، ادي 3 و 4 وصلتهم ببعض، وادي 3 و 4 و 5 كده، انا وصلت الاسلاك دي ببعض، واروح رميهم على ايه؟ على الموجب. يبقى انا وصلت الرجل رقم 3 و 4 و 5 ببعض بالموجب، خلي بالك عشان انت بتغلط في دي، انا وصلت رجل رقم 3 ب 4 و 4 ب 5 و 5 خدتها على الايه؟ على الارضي. خلاص يبقى انا كده وصلت الباور بتاعتي بالدنيا كلها تمام. تعال نشوف الاسلاك بقى، هنطلع الاول الاسلاك بتاعت ال 7 سيجمنت، نروح نوصل 7 سيجمنت. 7 سيجمنت عاوزه باور كام؟ من رجل 3 تحت مقاومة و5 فولت. تعالى نطلع مقاومتين هنا اهو، الطرف اللي في النص في النص اهو تمام على 5 فولت، نبعده بعيد كده شوية بحيث ان ايه تبعد عن الاسلاك اللي جاية دلوقتي، ده هيبقى فيه ايه كمية اسلاك كتير. وادي الرجل في النص، طبعا ركز انت بتوصل في انهي رجل، لان مشاكلكم كلها في ناس ما بتشوفش الفتحة اللي هي في البريد بورد بحيث ان هو يوصل. طبعا انا نايمت المقاومة بحيث ان انا عندي اسلاك دلوقتي هتيجي تعمل زحمة كتير، فانا نايمتها بحيث ان الدنيا تبقى سهلة. طيب كده انت وصلت الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت بالموجب. تعال بقى نشوف ال A B C D E F G اهم. طبعا انا هينش يعني اسلاك مميزة، مثلا ازرق مثلا اهو، بني، اخضر، ابيض، برتقاني، هينجل للجهود الرئيسية اللي هما الاي والبي والسي والدي، واستخدم الاسلوك التانية اللي عندي دي هستخدمها. تعال بقى نشوف، انا قلت ان الاي رقم 13 هي رقم 7 هنا، يبقى ادي رقم 13 هتبقى رقم ايه اللي هي بعد المقاومة. فين المقاومة؟ هعملها كده بس عشان اشوف، يبقى دي الايه، خلي بالك الاسلاك دي لو اتهزت منك شكرا.
ادي البي رقم 6 هنا. من امتع التجارب اللي هتعملها في المعمل، يعني بتشوف حاجة قدامك بتشتغل حقيقة. طبعا انا بعلمك الدايرة دي عشان هنحط قبليها كاونتر عداد بيعد، بعد كده السي، السي رجل رقم 11 واصلة برقم كام تحت، رقم 4 تحت اهي ماشي. بعدين هجيب الرجل رقم دي اللي هي 10 اهي. طبعا انا بحاول اخلي الرجول دخلات يعني لغاية ما يكون العازل ظاهر. رقم 10 دي اللي هي رقم 2 هنا في السيفن سيجمنت. طبعا هتبقى حفلة اسلاك معاك، فخلي بالك سلك، ممكن سلك واحد يوقفلك عمل الدائرة. رقم اي موجودة في جي وهي رقم 1 في السيفن سيجمنت تحت. يبقى رقم 1 دي واصلة بالرجل دي، اتأكد بس ان هي راكبة كويس عشان ما تعمليش مشكلة قدام. بعد كده فاضل لي بقى الاف والجي. الاف والجي اهم، ادي الجي واصلة بالرجل رقم 10 اهي. طبعا بقى خلي بالك المقاومة دي، لمس حد فيهم تعمل لك مشكلة. هميل دايرة كده بس عشان اشوف اهي، هسحب المقاومة دي شوية كده بحيث ان هي متلمسش في حد. اخر سلكة معانا هنا فوق يعني في السيفن سيجمنت هي اف، اف هنا واصلة برقم 9. خلي بالك هي جنب المقاومة، اوعى تلمس مع المقاومة، انا قلته من دلوقتي. وادي رقم كام؟ 9. كده انت وصلت السيفن سيجمنت. تعال بقى نحدد الـ A والـ B والـ C. هناخد الـ A لونه ازرق، هو رجل رقم دايما 7 خلي بالك، هحطه هنا ماشي. يبقى الازرق ده ايه، هكتب تحت هنا ايه. واخد البني رقم بي اللي هو اخر رجل هنا على الشمال، كله بالارض اهو زي ما قلت لك كله سالب. يبقى ادي البي بني والاي ازرق. اكتب لنفسك كده وانت جاي لي عشان متقعدش تدوخ قدامي. ادي سي رجل رقم 2، متقعدش تدوخ بقى تقول لي ليه ايه وكده. هنعديها من تحت هنا وابدأ اوصلها بالسالب ده. وادي السي، ادي ازرق بني وادي برتقالي، والاخضر ده هيبقى دي اللي هو رجل رقم 6 تلاقيه جنب الاي على طول ماشي. ممكن نعديه من تحت البني الأحمر بحيث إن هو بيبقى بعيد عنهم شوية. طبعا الأسلاك دي ممكن نحركها كده، ده أكتب عليه الدي وده لونه أخضر. هجيب بطاريتي كده. أنت وصلت إن شاء الله دايرة سهلة بسيطة. الدايرة بتاعتي هنا انا موصل كله، في طرف مش واصل اهو. السلك ده شايف السلك ده ما كانش مطلع الزيرو اللي هو بتاع حرف اللي اف اللي هو رقم 9 كده. انا كل الارقام عندي على الصفر، فانا قلت لك لما يبقى كله سالب هيديك رقم 0. تعالى خلي واحد فيهم موجب، خلي الاي بموجب، داك رقم 1 انا مش عارف واضحة في الكاميرا، واضحة في الكاميرا. لو جبت بي خليتها موجب هتبقى 1 1 3. لو خليتهم 3 وحدات هيديك كام؟ 7. 4 وحدات ديك 15، بس هو ما بيشتغلش على 4 وحدات خلاص. اقصى 9، فين 9؟
التسعة واحد زيرو زيرو واحد اهي. يبقى الدي الأخضر على الموجب، سي على السالب، بي على السالب، والاي على الموجب، يبقى واحد زيرو زيرو واحد، ده التسعة. التمانية تلات أصفار هم، والأخير الدي على الواحد. عاوز تكتب رقم خمسة يبقى واحد زيرو واحد، أهو هنخلي الاي على واحد والسي على واحد، تبقى كام؟ واحد زيرو واحد زيرو. خلاص شباب، ده بالنسبة للسيفن سيجمنت. ممكن نشتغل كل الأرقام معاك، ادي كده زيرو، ده واحد، ترجع الواحد مكانه كده، اتنين، ترجع هنا الواحد واحد، تبقى تلاتة، ترجع مصفار يديك زيرو، هات السي عند الواحد يديك أربعة، هات دي عند الواحد يبقى خمسة، رجع دي هنا تبقى سبعة، رجعت الـ A عند الزيرو يديك كام؟ ستة. بعد كده سبعة، ادي تمانية، وادي كام؟ تسعة. لو انت رجعت دي كده تمانية وعاوز تجيب العشرة، بص بيديك حاجات ايرور كده، دي ايرور، ادي حداشر ايرور برضو، وادي خمستاشر مش هيشغلك حاجة، كله يديك ايرور ما عدا مين؟ ما عدا ان هو يشغل لك التسعة. اخر رقم في الباينري كود الديسيمال كام؟ التسعة، زي ما احنا قلنا هنشغله اهو، اللي هو واحد زيرو زيرو واحد. كده التجربة دي خلصت، وكده المعمل الهاردوير الرابع خلص. شكرا والسلام عليكم وبركاته. بس احذركم في التجربة دي، الاسلاك اي غلطة في الاسلاك هتطلع منك دايرة. ما تنساش المقاومتين اللي بيروحوا من ال VCC بتاع ال 7 سيجمنت على الموجب 5، متنساش المقاومة دي والمقاومة دي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.